بحكم تطور نجم نقوله طريقة أرقى تطور البلاد ووضع البلاد خلى المرأة والراجل يخدموا. المرأة ما عادش تقدر تنجم تعمل لك العولة، وين المرأة اللي تحط الكسكسي، وين المرأة اللي تخزن الهريسة، وين المرأة اللي تشطر الفلفل، وين المرأة اللي تشطر الطماطم، فهمتني؟ هذا توا بدينا شوية 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 وزيد بناتنا تويك مشاو للأكلة الغربية والفاس فود، الأكلة السريعة، ومشاو الماندوني ومشاو الواحد بشوية. الحقيقة مازالوا عندنا بعض الذكريات الحلوة، مازالوا عندنا كباراتنا. وزيد في ليكول أوتيليير في تونس ما يعملوش البصمة نتاع الأكلة التونسية، مشاو الحقيقة يعني. اليوم الشيف صبري معروف في تونس مغروم بالاكله التونسيه ويطيب الاكله التونسيه ويروج كما بعض الشيفان المعروفين في تونس، شنو هو السبب اللي يخليكم اليوم تحبوا ترجعوا الاكله التونسيه معنا اليوم تتشبثوا بها وتروجوا لها اليوم خاصه كما مسابقه كما اليوم؟ يعطيك الصحه، انت جاوبت على كل شيء، قلت شنو هو السبب اللي تحبوا ترجعوا، معناتها انت مقر ان احنا بدينا ننساو فيه. احنا الكبار في العمر حنينا للاكله التونسيه، لأن بالحق الأكلة التونسية ماشية وتندثر، ونحب نرجعوا إشعاع تونس، لأن تونس عندها مطبخ. لأنه كنا إحنا عام 97 ننافسوا في المغرب وننافسوا في الكبارات، تويك إحنا ماشيين ورجعوا إن شاء الله بقدرة الله بليزيفانمون هذوما نحاولوا نرجعوا الأكلة التونسية، ونرجعوا كالدراع والكسكسي الدراع، ونرجعوا الحاجات ونغرموا كالصغيرات بأكلنا وموروثنا، يزينا من الهمبورغ والساندويتشات. بالحق الأم بالله والنصيحة، وإن تلقى وقت تحاول تعلم بنتها إيجا هاو كيفاش جدودنا كانوا يعملوا، هاو كيفاش نقديوا القديد. تو نتحداهم بنت 17-18 أصل تاكلوا وهو حاضر، مش تحضروا. ندعو، وهذه اليوم حتى قلتها صيحة فزع، وين القديد؟ وين المرأة الحرة اللي تعمل محمصة وتقدي الكسكسي وتقدي الوحدة؟ وين الزير؟ وين بالحق؟ أنا أخويا نفرحك الساعة أني 2023 حرصت على بطولة العالم في إندونيسيا، تنجم تدخلوا للباج متاعي وتوقع تكريمي. وبالحق أنا خدمت في المغرب في أكادير، وروجت في قلب المغرب وروجت للأكلة التونسية، وإن شاء الله بقدرة ربي مازالوا عنا كجماعة الجنوب وجماعتنا احنا وجماعتك الكبارات، مازالوا بقدرة لاش نسعاو وبكل إلحاح. وناديت معناتها بالوزارة السياحة ووزارة الثقافة أنه ما نعملوش موسمية، أو شنو نعملوا اليوم شهر التراث، يا ودي تونس مش شهر بركة. بقدرة الله حتى اللي زيكول اللي يقريوا في السياحة مش نحاولوا نضغطوا عليهم يرجعونا كيفاش نعملوا المحمص والكسكسي والقديد، فهمتني؟ بالنسبة للنزول طولت واخذتها كوميرس، قداش إذا كان أنت تجيب في الكليون ب40 وب50 يورو وهو ب400 يورو، ما تنجمش تعمل له الاكله التونسيه الهم بالعلوش، ما تنجمش تعمل له كسي بالمنان، ما تنجمش تعمل له محمصه نتاعنا احنا. سامحني قبل بقداش كنا ناخذوا في كيلو محمصه، تو بقداش ناخذوا فيه، ولات عمليه تجاريه. اما اللي يروجوا الاكله التونسيه هي انسان الحراير، تعلمك الصغيرات، هي شيفاننا الكبار كيف يخرج يلزموا يقادي الملوخية ويوريهم، يقول لهم هذه ملوخية تونسية، هذا كسكسي تونسي، ونحاولوا نبدلوه. يزي الناس قلقت، هذا البريك التونسي كي تحس تسمع بحسك المهرات، هذا الأكلة التونسية. الأكلة التونسية ما هيش اللي طول في المسابقات يمشي يعمل دجاج ويحط عليه الصوص بيضة يقول لهم ما بلا تونس، ما هوش نتاعنا. إن شاء الله بقدرة الله قريبا مش نخرجوا كتب فيها الموروث التونسي وفيه المنسيات التونسية، كل اللي كانت جدتي تعملها وأمي تعملها.